طائرة جديدة تشتهر بتجهيزاتها الفاخرة وتكلفتها العالية في التشغيل والصيانة واستهلاك الوقود، أصبحت على وشك الانضمام لأسطول الطائرات الرئاسية المصرية بعد دخولها الأسبوع الماضي المرحلة الأخيرة من عملية تجهيزات استغرقت قرابة العام منذ شراء مصر لها في سبتمبر الماضي. في عام 2006 طلبت شركة لوفتهانزا الألمانية 20 طائرة من طراز بوينغ B747-8، حصلت على 19 منهما بينما بقيت واحدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لإدراجها في اختبارات الطيران بناء على طلب بوينغ. وأجرت الطائرة بالفعل بعض الاختبارات من 2015 حتى 2018 قبل أن تستقر في مطار بينال إيرباك في ولاية إيريزونا دون استخدام حتى قررت مصر شراؤها. وبحسب موقع سيمبل فلاينج المتخصص في أخبار الطيران، اشترت الحكومة المصرية الطائرة في سبتمبر الماضي لتطير من هناك لمدينة هامبورغ الألمانية في نوفمبر، حيث مركز صيانة لوفتهانزا، لتنفيذ طلبات مصرية أبرزها صيانة أجزاء الطائرة وتعديل الإطار الداخلي ليصبح مناسبا للاستخدام الرئاسي، قبل أن تطير الأسبوع الماضي لمدينة شانون الإيرلندية لطلائها وهي المرحلة الأخيرة قبل أن تدخل الخدمة بشكل رسمي. الطائرة الجديدة الملقبة بملكة السماء تستخدمها عدة دول لمسؤوليها، منها الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وتركيا وقطر. وبسبب مستوى الرفاهية التي توفره وتكاليف تشغيلها المرتفعة لا تناسب الطيران التجاري، إذ تستهلك أكثر من 10,000 لتر بنزين في الساعة، وتتخطى تكلفة تشغيلها في الساعة 18,000 دولار، بينما يقول موقع ذا درايف إنها تحتوي على غرف وصالات استقبال فاخرة بالإضافة لكونها مجهزة طبياً. الطائرة التي توصف بأنها قصر طائر يتخطى سعر تغيير محركاتها الأربعة معاً 50 مليون دولار، إذ يبلغ سعر المحرك الواحد 13 مليون دولار بحسب موقع Executive Flyer المتخصص في أخبار الطائرات. تلك الطائرة سبقت لها وأن أثارت الجدل في تركيا عام 2018 كما أشارت شبكة BBC، بعد تساؤل نواب المعارضة هل اشتهرتها الرئاسة بأموال دافعي الضرائب أم لا، نظرا لتكلفتها العالية والتي تتخطى 400 مليون دولار، قبل أن يوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده حصلت عليها كهدية من قطر. وختاما عزيزي المشاهد، لا تنسى الإعجاب بالفيديو ومتابعة صفحة فيديو عين مصر.